واحنا طالعين لفاصل عايز حضراتكم. انا الحقيقه انه امبارح كنت في زرت العاصمه الاداريه الجديده، والدعوه كانت من شركه بيراميدز للتطوير العقاري. الحقيقه عاملين يعني مشروعات ضخمه هناك ومعدلات انجاز اكتر من رائعه، وده اللي حضراتكم ممكن هتتابعوه في هذا التقرير التالي. لكن عايز كمان ابدي اعجابي بمعدلات التنفيذ في العاصمة الإدارية ككل. أنا آخر مرة رحت هناك كان من أقل من سنة، وأتذكر إنه المنطقة اللي كانت قدام فندق الماسة كانت صحراء جرداء. النهاردة رحت أو امبارح يعني فوجئت بعمارات طلعت واتشطبت وخلصت. ومش بس كده بقى، ده أنا بقول لحضراتكم هنا محيط فندق الماسة، لا كم العمار اللي حصل من شقق، من فيلات، وحدات سكنية متنوعة ومختلفة المساحات. كم المولات اللي معمولة هناك، ما بين مولات لأغراض تجارية أو مكاتب إدارية. لا أنا بصراحة انبهرت، وعايز حضراتكم يعني قريبا جدا عايزكم تشاركوني هذا الانبهار لما تشوفوا على الأرض. إن شاء الله نصور ده قريبا هناك، شوفوا حجم الإنجاز اللي حصل في العاصمة الإدارية. كل ده الحقيقة وأنا بتفرج عليه العين سعيدة بالعمال اللي شغالين هناك والمهندسين اللي شغالين هناك. أنا قاعد بتفرج وبقول ياه، شوف حجم الإنجاز ده، فاتح كام بيت. لما نيجي النهاردة الدولة تقول معدل البطالة انخفض، أنا ببص على مشروع زي ده وبقول ان في زيه حوالي 13 او 14 مدينه تانية، والقياس مع الفارق بحجم المدن. انما كل المشروعات دي 14 مجتمع عمراني جديد، منهم العاصمه الاداريه والعلمين ودمياط الجديده، ويحدث بقى بلا حرج بالعدد، مش عايزين اسميهم كلهم. انما بدات وانا بتفرج انبهرت الحقيقه. شوف بيت كام واحد مفتوح من مهندسين ومن عماله، وحجم القطاعات المتداخله في المشروعات دي، مباني، انشاءات، حديد تسليح، مفروشات، زجاج. يعني أنا لو رصيت لحضراتكم عدد القطاعات، زراعة، لا أنت بتتكلم على تقريبا أكتر من 100 قطاع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بيوت مفتوحة بسبب حجم الإنجاز اللي بيحصل في هذه المشروعات، تحديدا العاصمة الإدارية. الحقيقة بقول تحديدا عشان زرتها امبارح، حجم اللي تنفذ هناك أكتر من رائع. شركة بيراميدز للتطوير العقاري، واللي هتابعوا التقرير بعد قليل، الحقيقة من الشركات اللي بتسير بخطى سريعة جدا في معدلات التنفيذ. مشروع من المشروعات اللي هتشوفوه في التقرير كنا أذعنا فكرته، وكانت الأرض صحراء من أقل من سنة. لما وأثناء الزيارة وإيه ده اللي حضراتكم كنتوا عرضتوه من سنة أو أقل من سنة، كان رملة. أنا فوجئت باللي موجود دلوقتي، لا شيء رائع الحقيقة. تفاصيل اكتر بقى عن حجم المشروعات اللي بتنفذها شركة بيراميدز للتطوير العقاري هتابعوها في هذا التقرير التالي، ونلتقي بعد الفاصل. بيراميدز للتطوير العقاري واحدة من الشركات اللي ليها باع طويل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، وبتمتلك من الخبرة ما يجعلها الاولى في مجالها، وده اللي موجود على ارض الواقع في مشاريعها بالعاصمة الادارية الجديدة ومدينة الجلالة. الشركة قامت بدعوة الإعلامي رام رضوان لزيارة أهم المشاريع اللي تم الانتهاء منها. بالمناسبة المشاريع دي كانت من شهور قليلة مجرد صحراء، وبسبب سرعة الإنجاز في الأعمال تم الانتهاء من عدد كبير منها. في الوقت اللي احنا فيه ده الهيئات كلها بتساعد وبتدعم فعلا، من أول هيئة الرئيسية للعاصمة الإدارية لجهاز العاصمة، كله بيساعدك بكل المجهود اللي أنت عايزه بس اشتغل صح. النهارده التنمية الأساسية عشان أعمل عقار ما أقدرش أعمله مجرد تجارة عقار أو تطوير عقار أو استثمار عقار، لا إحنا النهاردة كفكر بيراميدز بقالنا سنتين ثلاث سنين بنحوله لصناعة عقار، منظومة صناعة العقار حققناها على أرض الواقع كفكر ورؤية من بيراميدز، إن العاصمة الإدارية في الجمهورية الجديدة بتاع كل الشعب، بتاع كل طبقات المجتمع، مش بتاع فئات معينه. القياده السياسيه مشكوره حطت اتجاهات وحطت خطط وحطت طرق نمشي عليها ووضعت الطرق دي وحددتها. النهارده عندك تنميه اقتصاديه عاليه جدا، بل انت من اولى دول العالم، مستوى النمو عندك من 5.6 في سنه فيها جائحه كورونا، سنه العالم كله ما
ما عملش نمو اكتر من 1.5%. احنا موجودين دلوقتي في قلب مول من اهم المولات التجارية في العاصمة الادارية وهو بيراميدز مول. بنتابع حركة الانشاءات الموجودة دلوقتي في الموقع من الموقع. مشروع هنا على مساحة 45 الف متر، اكبر مول تجاري فقط تم طرحه في العاصمة لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. كان قدامنا تحدي طبعا في وسط الكورونا وفي وسط كل الازمات اللي كانت الفترة اللي فاتت، بفضل الله مهندسين الشركة والعمال متواجدين في مواقعنا 24 ساعة، ورديات بتسلم ورديات عشان في الاخر اقدر اوصل باستثمارات العملاء بتاعتنا لبر الامان. مش بس كده، كمان نقدر نوصل مع الحلم وهو حلم الجمهورية الجديدة ان احنا نكون متواجدين قصاد فندق الماسة بمشروع من اهم المشروعات التجارية اللي تم طرحها في العاصمة. احنا النهاردة واقفين على محور الامل، احدى المحاور الموجودة في العاصمة الادارية الجديدة. طبعا احنا دلوقتي واصلين لنسبة 100% من الهيكل الخرساني فيما يخص مشروع باريس مول، وبالنسبة لباريس ايست واصلين ل 85 او 90% من الهيكل الخرساني. بالفعل بدأنا في باريس مول التشطيبات الخارجية الخاصة بالواجهة، الحمد لله شغالين في اعمال الزجاج والكلادينج، ان شاء الله رب العالمين ننتهي منها في اقرب وقت ممكن، وشغالين في التشطيبات الداخلية، الاثنين شغالين مع بعض عشان ان شاء الله رب العالمين وز 8 شهور سنة من النهاردة ان شاء الله رب العالمين يكونوا المولين جاهزين للافتتاح. شركة بيراميدز للتطوير العقاري عودت عملائها على الخدمات المميزة وسرعة انجازها في الاعمال والانتهاء من مشاريعها، ده غير التصميمات الغير مسبوقة. بيراميدز للتطوير العقاري، الانشاءات تصنع الانجازات. محمد سعد، مساء دي ام سي.